Bang. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ مع بعض نكمل المحاضرة رقم 6. هناخد النهاردة عنوان جديد خالص اسمه الهايبوثيسيس تيستينج. الهايبوثيسيس تيستينج ده عنوان جديد غير اللي احنا هناخده قبل كده. طبعا احنا كنا بناخد قبل كده حاجة اسمها الإحصاء الوصفية, دلوقتي هناخد حاجة جديدة اسمها الانفرنشال ستاتستيك. الهايبوثيسيس تيستينج ده اللي هو عبارة عن اسمه ترجمته اختبار الفروض, او هو عبارة عن اختبار الفروض بشكل عام. طبعا ده ليه ديفينيشن وليه خطوات وليه تقسيمه. الديفينيشن بتاعه الدكتور ما كانش قاله في المحاضرة, ان شاء الله هحاول اجيبه لكم بحيث ممكن مثلا لو جه سؤال في الامتحان مثلا كديفينيشن, فهنحاول نجيب كل المصطلحات اللي هتعلمها في المنهج ونجيب الديفينيشن بتاعها, لعل وعسى ممكن مثلا يقول سؤال ديفينيشن في الامتحان, او ممكن يجي يجيبه مثلا اختيارات زي ما جه مثلا في الميد تيرم ولا حاجه. اول حاجه هنا نعرف بس التقسيمه بتاعته ايه, هي بيتصنف لايه, بعد كده نعرف الخطوات بتاعته الستبس بشكل عام, بعد كده نعرف كل واحده بتختلف في ايه بالظبط في الستبس دي. نعرف بس الهايبوثيسيس تيستينج اللي هو اختبارات الفروض بينقسم لايه. بينقسم لحاجتين عندي, اول حاجه تيستينج 1 بيبيوليشن وتيستينج 2 بيبيوليشن. يعني انا بعمل اختبار لمجتمع واحد وبعمل اختبار لمجتمعين. تمام. للمجتمع الواحد ده بيتقسم عندي لحاجتين تانيين اللي هو المين والبروبورشن. المين اللي هو المتوسط والبروبورشن اللي هي النسبه. طبعا احنا في المحاضره دي هنتكلم عن اول حاجه تيستينج 1 بيبيوليشن للمين. تمام. نعرف بس كده الخطوات بتاعت الهايبوثيسيس تيستينج بشكل عام, ونعرف كل واحده بتختلف في ايه بالظبط في التقسيم اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي. الهايبوثيسيس تيستينج, ستيبس اوف هايبوثيسيس تيستينج. اول حاجه عندي او اول خطوه هي ستيت النون هايبوثيسيس اند الالترناتيف هايبوثيسيس. يعني انا بعرف الفرض الصفري وبعرف الفرض البديل. نون هايبوثيسيس اللي هو الفرض الصفري اللي هو اتش نوت, بيتكتب اتش او زي ما انتم شايفين كده, ولكن هو ينطق اتش نوت. تمام. الالترناتيف هايبوثيسيس اللي هو الفرض البديل اللي هو عباره عن الاتش اي. دي كده اول حاجه ببدا احد او اعرف ايه هو النون هايبوثيسيس والالترناتيف هايبوثيسيس واحددهم واكتبهم. تاني حاجه عندي الليفل اوف سيجنيفيكانس, مستوى الاهميه, برمز له بالرمز الفا. ده الليفل اوف سيجنيفيكانس, واعرف يعني ايه الفا دي وبتنقسم لايه وكل حاجه. يعني احنا هناخد بس كده الحاجات بشكل عام, بعد كده نعرف كل واحدة بتنقسم او معناها ايه لوحديها, بعد كده نعرف ازاي نطبق الكلام ده كله على شكل امثلة. تالت حاجة عندي كانت الـ critical region determination او determination of critical region, بحدد المنطقة الحرجة. رابع حاجة عندي الـ test statistic اللي انا بحسبه. نفترض انا عندي مثلا زد او تي تيبل, لو افترض انا بحسب مثلا على زد تيبل او تي تيبل, في عندي تيست ستاتستيك اللي هو انا بجيب قيمه الزد او التي كالكيوليتد, انا اللي بحسبها غير التابيوليتد اللي بيكون عندي في الجدول. خامس حاجه عندي كومبير بتوين زد اور تي فاليو اوف تيبل اند تيست فاليو, اللي هي تيست ستاتستيك اللي انا عملتها في الخطوه اللي قبليها على طول. يعني انا بقارن ما بين قيمه زد او تي الجدوليه اللي هي التابيوليتد مع قيمه زد او تي اللي انا لسه حاسبها اللي هي ايه التيست ستاتستيك او الزد او تي كالكيوليتد. سادس حاجة عندي بقرر, بشوف انا ايه القرار اللي انا هاخده من الخطوات دي. يعني هل طلع الفرض الصفري عندي صح, الفرض البديل, اشوف انا الدنيا عندي همشيها ازاي, فاللي هو decision and interpretation. نبدأ بقى نشوف بسم الله الرحمن الرحيم كده كل واحدة ايه المحتويات بتاعتها, يعني ايه اللي تحتيها او نفهمها بشكل ادق. اول حاجة عندي كنا قلنا الايه النال هايبوثيسيس اللي هي الاتش نود, والالترناتيف هايبوثيسيس اللي هي الاتش اي. طبعا قلنا النال هايبوثيسيس اللي هي الفرض الصفري والالترناتيف اللي هي الفرض البديل. نبدأ اعرف كده اقول ايه هو الفرض الصفري. الفرض الصفري هو ان الاحتمال اللي انا اللي الفرض بيفترضه احتمال تحقيقه صفر, عشان كده بسميه فرض صفري. بمعنى ان هو نفترض مثلا واحد بيقول اللي هو عنده اوزان في المزرعه تتعدى 500 كيلو. الفرض الصفري بتاعه ايه هو؟ هو بيقول ان الاوزان عنده تتعدى 500 كيلو, يعني عنده الويت اكبر من 500, اللي هو الويت اللي هو الوزن اكبر من 500. الفرض الصفري اللي انا هفرض العكس, بمعنى اللي انا هقول ان ولا راس عنده تتعدى 500 كيلو, هكذبه بمعنى اصح. يعني هقول ان الويت اقل من او يساوي 500. طبعا انتوا لو تلاحظوا انا عملت ايه, قلنا هو كان بيفترض عنده, هو بيفترض الشخص ده بيفترض ان الاوزان عنده اكبر من 500, فكانت الويت اكبر من 500. انا رحت عامل ايه, عكستها, الفرض الصفري بعكس واحط علامه يساوي, فرحت قلت ان الويت اصغر من او يساوي 500. هبدأ أفهم برضو الكلام ده بشكل رموز عشان يكون بالنسبة لي أدق.
هو بيقول ان الاوزان عم تتعدى ال 500، فانا كده جبت الميو اللي هو او المتوسط بتاعه. انا استنتجت كان من السطر ده ان الميو عنده بتساوي 500 كيلو جرام. طيب ال اتش اي عندي اللي هو الفرد البديل بيساوي ايه اللي هو بيقوله او اللي هو بيفترضه؟ ال اتش اي الى الام او اكبر من 500، بيفترض ان الاوزان عنده اكبر من 500. طيب الفرد الصفري اللي هو الاتش نود، يبقى الاتش نود الى الام، قلت هعكس العلامة، يعني لو كانت أكبر من تبقى أصغر من، وأحط علامة اليساوي، تبقى إم أصغر من أو تساوي 500. يبقى أنا كده في عندي شرط مهم جدا، لو عندي العلامة كده أكبر من أو أصغر من هعكسها، هعكس وش العلامة أو اتجاه العلامة وأحط علامة يساوي. دي أهم حاجة. تاني حاجة عندي كنت قلتها اللي هي determination of level of significance. level of significance قلنا اللي هي مستوى الأهمية، وقلنا بنرمز له بالرمز ألفا. إيه ألفا دي؟ في حاجة عندي في مستوى الأهمية أو في أي حاجة، في أي حاجة أنا بعملها بيكون في عندي حاجة اسمها نسبة خطأ. نسبة الخطأ دي عندي هنا في الليفل اوف سيجنيفيكانس مقسومة لحاجتين، يا إما تايب 1 ايرور يا إما تايب 2 ايرور. طيب هعرف إيه هو التايب 1 ايرور وإيه هو التايب 2 ايرور دلوقتي عن طريق الجدول البسيط ده. عندي هنا النال هايبوثيسيس اللي هو الاتش نود، وعندي ترو لو مرة طلع بترو اللي هو طلع صحيح، ومرة طلع فولس خطأ، امتى اكون اكسبت وامتى اكون ريجكت. اذا النال هايبوثيسز عندي ترو، بمعنى ان النال هايبوثيسز عندي ترو يعني ان دلوقتي الراجل قال ان الاوزان عنده تتعدى 500 كيلو، والنال هايبوثيسز قلنا اللي هي اصغر من او تساوي 500، وطلع ان النال هايبوثيسز صح، يعني الراجل طلع كذاب، الاوزان عنده اصغر من فعلا او تساوي 500، يعني مش اكبر منه ولا حاجه. فبالتالي انا لو كنت هشتري عند الراجل ده على اساس ان هو بيقول ان الاوزان عنده تتعدى 500 كيلو، انا مش هشتري، ان هو اتاكدت ان هو كذاب. فبالتالي النال هايبوثيسز عندي طلعت ترو، فبالتالي انا هقبلها، يعني هقول اكسبت النال هايبوثيسز وهرفض ان انا اشتري من عند الراجل ده اي حاجه. طيب لو انا ريجكت النال هايبوثيسز مع انها ترو، يعني انا لو صدقت اللي انا عرفت خلاص ان الراجل ده كذاب ومع ذلك انا هشتري من عنده، فده بالنسبه لي نسبه خطا او معدل خطا. معدل الخطا ده بسميه ايه؟ بسميه تايب 1 ايرور، وبرمز له بالرمز الفا زي ما انتم شايفين كده، برمز له بالرمز الفا، وده كده بسميه ايه؟ بسميه تايب 1 ايرور. طيب لو كان عندي النال هايبوثيسز عندي طلعت بصفر، هعرف هكون اكسبت او ريجكت، هعرف منين؟ يعني ايه طلعت عندي فولس؟ يعني انا الراجل عندي هنا كان بيقول ان الاوزان عم تتعدى 500، وانا قلت ان النال هايبوثيسز اللي هو الفرض الصفري اقل من او يساوي 500، وبعد ما حسبت الحسبه او ما اتاكدت ان الاوزان عنده، لقيت ان الراجل لا كلامه صح، والفرض اللي انا اللي هو الفرض الصفري ده طلع غلط، يعني انا ظلمت الراجل، فبالتالي عندي النال هايبوثيسز طلعت عندي صفر، ومع ذلك يعني انا اتاكدت ان الراجل صح، ومع ذلك انا ما اشتريتش منه، يعني كذبته مثلا مع ان انا اتاكدت ان هو الراجل صادق. فده بالنسبه لي برضو ايرور تاني، وده من النوع تايب 2 ايرور، برمز له بالرمز بيتا زي ما انتم شايفين كده اللي هو البي، برمز له بالرمز بيتا. طبعا في الحاله دي لو انا النال هايبوثيسز عندي فولس، الطبيعي ان انا اقول ريجكت النال هايبوثيسز، هرفضها بقى خلاص، يعني انا اتاكدت ان الراجل صادق، فبالتالي انا هرفض النال هايبوثيسز اللي هو الفرض الصفري ده، وده بيسمى الباور اوف تيست، وبيساوي 1 ناقص بيتا. مثال صغير كده، لو هو مديني مثلا البيتا دي ب 3 من 10، فالباور اوف تيست ايه هو؟ هقول 1 ناقص بيتا اللي هو بيساوي 1 ناقص 3 من 10 بتساوي 7 من 10. يبقى احنا كده عندنا في حاجه اسمها تايب 1 ايرور وتايب 2 ايرور. تايب 1 ايرور لو النال هايبوثيسز طلعت بترو، ومع ذلك انا ريجكت النال هايبوثيسز، يعني انا كذبتها واشتريت برضه من عند الراجل، فده بالنسبه لي نسبه خطا. النسبه الخطا دي او معدل خطا في التجربه ده بسميه تايب 1 ايرور. طبعا كل اي تجربه في اي حاجه لازم يكون فيها نسبه خطا، ده طبيعي جدا، ولكن بتختلف نسبه الخطا دي. فنسبه الخطا هنا عندنا من النوع تايب 1 ايرور، ولكن لو النال هايبوثيسز عندي طلعت بفولس ومع ذلك انا اكسبت النال هايبوثيسز، اتاكدت ان هي غلط ومع ذلك انا رفضت ان انا اشتري عند الراجل اي حاجه وكذبته، فده بالنسبه لي برضه خطا، فبسميه تايب 2 ايرور اللي هو برمز له بالرمز بيتا. ولكن في الطبيعي ان هي لو طلعت بفولس انا هقول ريجكت النل هايبوثيسز. نكمل بعد كده. طبعا هنا ببدا اعرف تاني الحاجات اللي انا لسه قايلها دي، يعني قلنا مثلا الفا اللي هي بتاعت تايب 1 ايرور تو ريجكت ذا نل هايبوثيسز بات ات از ترو، يعني انا برفض النل هايبوثيسز مع انها صح. البيتا عندي انا اكسبت النل هايبوثيسز وايل ات از فولس، يعني انا بقبلها مع انها غلط، فده برضو ايه من انواع الخطا اللي هو تايب 1 ايرور اللي هي الفا، وتايب 2 ايرور اللي هي البيتا. الباور اوف تيست تو ريجكت ذا نال هايبوثيسز از ات از فولس، ده الحاجه الصح اللي انا بقى. يعني انا رفضت النال هايبوثيسز لانها فعلا كانت غلط،
فده كده الحاجة الصح عندي. ملحوظة مهمة جدا، الليفل اوف سيجنيفيكانس اللي هو تايب 1 ايرور في الغالب ده اللي بيجي لي في السؤال، لو هو ما ذكرهوليش في المسألة انا بفترض اللي هو ب 5% على طول. يعني انا لو هو ما قاليش في المسألة الليفل اوف سيجنيفيكانس بتاع كذا، او اللي هو معدل الخطأ او نسبة الخطأ او التايب 1 ايرور بكذا، هفترض انا على طول اللي هي ب 5% او اللي هي 5 من 100، هما الاتنين طبعا مساويين، اللي هي 5 على 100 اللي هي بتساوي 5 من 100. هعرف هستخدمها طبعا في ايه قدام، ما تيجي في المسألة هنعرف بالظبط بستخدمها ازاي. نكمل بعد كده. تالت حاجة عندي اللي هي determination of critical region اللي هو تحديد المنطقة، الحاجة اللي هو انا الكيرف عندي هحدد هل هو انا هرسمه right tail ولا left tail ولا two tail test، ولا هرسمه ازاي، ولا احدد الكلام ده ازاي وانا عندي فرض صفري وفرض بديل اللي هو null hypothesis والالترنيتيف هايبوثيسز. هعرف الكلام ده دلوقتي. دلوقتي انا عندي هنا ال اتش اي اللي هو الالترنيتيف هايبوثيسز الى الام نود اكبر من اكس. طبعا قلنا بحول من الترنيتيف لنال هايبوثيسز عن طريق قلنا بعكس الاشاره اتجاه العلامه واحط جنبيها يساوي. طب انا عندي هنا الام نود اكبر من اكس، يبقى ال اتش نود اللي هي بتاعت النال هايبوثيسز الى ام اصغر من او تساوي اكس. في الحالة دي بقول ان الكيرف عندي رايت تيل تيست، يعني هو متجه لاتجاه الايه، اتجاه اليمين. يعني اتجاه اليمين ده عندي هو دي منطقة الرفض اللي انا بعمل فيها الريجكت، والباقي اللي هو المنطقة دي كده هي بتكون عندي منطقة القبول اللي هي المنطقة الفاضية دي الغير مظللة. اكمل بعد كده. تاني حاجة عندي اللي هي لو ال HA الى ال M node اكس اكبر من الام نود، يعني الام نود اصغر من اكس، هحولها طبعا لاتش نود اللي هي النال هايبوثيسز. يبقى اقول النال هايبوثيسز الى الام نود، يبقى الام نود اكبر من او تساوي اكس. عكست اتجاه الاشاره، عكست اتجاه العلامه وحطيت علامه اليساوي. طيب في الحاله دي هيكون عندي ليفت تيل تيست، يعني عندي المنطقه دي هي دي منطقه الرفض، والمنطقه الباقيه دي كلها هي دي منطقه القبول عندي. يعني دي المنطقه اللي انا هرفض فيها النال هايبوثيسز، ودي المنطقه اللي انا هقبل فيها النال هايبوثيسز. تالت حاجه عندي لو ال اتش اي الى الام او اللي هي الام نود لا تساوي اكس، في الحاله دي هعمل ايه؟ برضو بعكس، بقول كده النال هايبوثيسز عندي الى الام نود لو هنا كانت لا تساوي هنا هتبقى تساوي. ففي الحاله دي اعرف ان انا عندي الكيرف تو تيل تيست. طبعا ده بعرفه عشان اقدر اعرف انا هرسم ال احدد الكريتيكال فاليو بتاعتي منين، اللي هي المنطقه الحرجه او منطقه الرفض ومنطقه القبول، والكلام ده اعرفها منين؟ بعرفها عن طريق الحاجات دي. اكمل بعد كده. الحاجه الرابعه عندي كان التست ستاتستيك اللي هو الاختبار اللي انا بعمله. قلنا ساعتها كنت بحسب فيه قيمه الزد او التي كالكيوليتد. طالما انا قلت زد او تي كالكيوليتد يبقى انا في عندي، انا قلت ايه، زد وتي. طبعا احنا في المحاضره اللي قبل كده كنا بناخد حاجه اسمها الزد تيبل، دلوقتي هناخد حاجه تانية اسمها التي تيبل. ايه هو الزد تيبل وايه هو التي تيبل؟ هي طبعا حاجات بستخدمها تحت بتكون عباره عن قيم جدوليه للكيرف عندي، اعرف احدد منين اللي انا هستخدم التي تيبل. كل واحد طبعا له طبعا طريقه استخدام. اعرف ان انا هستخدم الزد تيبل او اللي انا هستخدم التي تيبل عن طريق حاجتين او ثلاث حاجات بمعنى اصح، اللي هو الان اللي هو النمبر اوف سيمبل، والسيجما والليفل اوف سيجنيفيكانس. السيجما ساعات بقول عليها ليفل اوف سيجنيفيكانس في الهايبوثيسيس تيستينج، مع ان طبعا اللي هو في اختلاف. السيجما اللي هي ايه؟ اللي هي الستاندرد ديفير. اكمل بعد كده. قلنا امتى اختار زد وامتى اختار تي. اختار زد في حاله اما يكون عندي السيجما نون، يعني انا عارف قيمه السيجما هو مدياني في المساله، بغض النظر عندي اذا كان الان اللي هو نمبر اوف سيمبل اكبر من 30 او اصغر من 30. يعني انا اول ما الاقي عندي السيجما نون او الليفل اوف سيجنيفيكانس عندي نون انا عارفه، يبقى انا كده عرفت اللي انا على طول في جدول الزد تيبل، هشتغل على الزد تيبل. دي اول حاجه. تاني حاجه لو عرفت ان الان عندي اكبر من 30 مع بغض النظر عن السيجما عندي كانت نون او ان نون، برضه هعرف ان انا في الزد تيبل. امال امتى اختار التي؟ لو انا عندي كده طالما كل حاجه بغض النظر، التي عندي هختارها اما تكون عندي السيجما unknown وفي نفس الوقت ال n عندي اقل من 30. لو تلاحظوا هنا كانت لازم عندي ال n تكون اكبر من 30 والسيجما عندي تكون known، هنا انا عكست الاثنين، يعني السيجما عندي unknown وال n عندي اقل من 30.
اول ما تكون عندي السيجما unknown او الليفل اوف سيجنيفيكانس عندي unknown والان اصغر من 30، اعرف على طول ان انا كده رايح للايه، للتي تيبل. طبعا عندي في عندي قيم ثابته للتي تيبل والزد تيبل، دي القيم الاكثر شيوعا او الاكثر استخداما اللي بتيجي على طول في المسائل. فطبعا الدكتور كان جايبها لنا كده في جدول تبسط علينا الموضوع، يعني في الغالب اعتقد بيجيبها في الامتحان على حسب الامتحانات اللي كانت الترم الاول. لقيته جايب حاجات زي معايا امتحان كان بالعربي، بس كان جايب الجدول على ما اعتقد يعني وكده. اللي احنا اصلا نخش بالجدول الكبير معانا يعني، هو كان جايب لهم اللي هي القيم الصغيره دي بحيث ان هو سهل عليهم الحل. فمش عارف هو هيعمل معانا ايه، ولكن كده اللي انت داخل اصلا بالايه، داخل بجدول اللي هو جدول تي وجدول زد ذات نفسه عشان تحسب بيه براحتك يعني. طيب ابدا اعرف بس القيم الاكثر شيوعا ايه هي. لو انا عندي ليفل اوف سيجنيفيكانس اللي هو معدل الخطا عموما كان 1% او 5% او 10%، ومع اختلاف الكيرف عندي او الكريتيكال فاليو، لو نفترض اللي مثلا كانت تو تيل تيست او رايت تيست او ليفت تيست، اعرف القيم دي ايه هي او كام. لو انا عندي تو تيل تيست والنسبة عندي 1% هتكون القيمة ب 2.58 ناحية الرايت وسالب 2.58 ناحية الليفت، لأن أنتوا عارفين تو تيل اللي هو أنا عندي ليفت رايت تمام كده. طبعا في تو تيل تيست في حاجة مهمة جدا، اللي أنا بقسم السيجما على 2 أو بقسم الليفل أوف سيجنفكنس على 2. يعني هنا لو عندي نسبة الخطأ أو التايب 1 ايرور ب 1% وأنا عندي تو تيل ايرور، فهقول ليفل اوف سيجنيفيكانس او السيجما دي على 2، فهتكون عندي 0.5% و0.5%. طبعا هفهمها لكم دلوقتي في الرسمه اللي تحت دي على طول، بس هكمل بس الجدول. تاني حاجه عندي لو كانت النسبه عندي 5% وهو تو تيل تيست، هتكون عندي القيمه الثابته ايه هي، 1.96. طيب لو كان عندي تو تيل تيست والنسبه عندي 10% هتبقى عندي ب 1.645 من 1000 برضه. طبعا طول ما انا في اتجاه الموجب انا كده في اتجاه الرايت، يعني طول ما انا بتكلم كده موجب في اتجاه الرايت، نفس الرقم لو حطيت قبل سالب يبقى انا كده في الايه، في الليفت تيل على طول، او في الاتجاه الثاني اللي هو التو تيل تيست، اللي هو عندي ليفت ورايت في نفس الوقت. فالليفت بياخد الاشاره السالبه والرايت بياخد الاشاره الموجبه. ابدا افهمكم بس كده النقطه دي سريعا كده قبل ما اخش على الرايت تيست او الليفت تيست. يعني ايه عندي تو تيل تيست وال5% او ال10%؟ طبعا في الفيديو اللي فات اللي انا كنت لسه شارحه، عندي هنا ال5% يعني انا عندي نسبة الخطأ 5% لكن مقسومة على الجزئين او الاتجاهين بتوع الكيرف عندي، اللي هو ناحية الرايت وناحية الليفت. ادي كده ناحية الرايت وادي ناحية الليفت، فدي 5%، فبالتالي انا بقسمها على الاتنين عشان تكون متساوية في ناحية الرايت ومتساوية في ناحية الليفت. فخمسة على الاتنين اللي هي ب2.5%، فدي كده عندي بنسبة 2.5% ودي عندي ب2.5%. لو تفتكروا عندي انا قلت في الباينوميال ديستريبيوشن او الكيرف عموما بتاع الباينوميال ديستريبيوشن، كان قلنا في عندي قيم ثابته، قلنا القيمه اللي في النص دي اللي هي قيمه الميو، اللي هي دي كده كانت بتبقى قيمه الميو زي ما انتم شايفين. وقلنا عندي لو انا جمعت سيجما الاتجاه الموجب اللي هو اتجاه الرايت يبقى عندي كده ميو زائد سيجما يبقى اديني 34%. لو جمعت سيجما كمان اللي هو ستاندرد ديفيجن كمان يديني 13.5%. لو جمعت مره كمان ثالث مره يديني 2%. لو جمعت رابع مره يديني 0.5%. طبعا الكلام ده شرحت في الفيديو اللي فات. فباختصار احنا قلنا مره فات ايه، قلنا اللي احنا كنا في قبل كده في المحاضره رقم 5 كنا بنحول من قيمه الاكس لزد عشان يبقى عندي النيو بصفر، وبعد كده تبقى عندي قيمه السيجما بواحد، فانا بالتالي بجمع صفر زائد يعني بجمع واحد، بعد كده بجمع واحد مرة كمان فبيبقى اتنين، بجمعه مرة تالتة فبيبقى تلاتة أو بطرحه. فبالتالي ده يسهل عليا إن أنا أعرف القيمة. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى أنا عندي هنا 5% تمام، فأنا توتال تيست فبالتالي أنا هقسم على اتنين، فهقول سيجما على اتنين اللي هي تبقى عندي 2.5 هنا و2.5 جهة الليفت. طبعا إحنا عارفين إيه، قلنا أربعة وتلاتين القيم طبعا اللي هي 34 13.5 2.5، فعندي قلنا 2.5 ناحية الليفت و2.5 ناحية الرايت. فكده انا عرفت اللي انا ايه، اللي انا في عندي 2 سيجما هنا. طبعا الجدول عندي قلنا دي كانت بيبقى نص وده كان بيبقى 2، فدي كانت 2.5 عندي ثابت، فهتلاقوا عندي القيمه تقترب من 2. انتوا لو طلعتوا 0 1 2 3 0 سالب 1 سالب 2 سالب 3، فانا عندي هنا 2.5 من ناحيه الليفت و2.5 من ناحيه الرايت، هتلاقوا القيمه رايحه فين، رايحه
للسالب 2 او بتتجه للاثنين. فعشان كده لو لاحظت هتلاقي القيمة عندك كام، اللي هو حاسبها في التيبل 1.96%، اللي هي تقترب جدا للاثنين. ده بس توضيح للتوتال تيست او للكيرف ذات نفسه للتعامل معاه ازاي. طبعا دي برضو طريقة سهلة للتسهيل لو حد حابب يحل بسرعة، او لو فاهم الموضوع جامد شوية عشان يعرف يحل اسرع. تاني حاجة عندي لو كان رايت تيست او ليفت تيست. لو رايت تيست هو النسبة عندي 1% هتبقى 2.33، ولو 5% هتبقى 1.645 من 1000، ولو 10% هتبقى 1.28. برضو لو ليفت تيست نفس القيم دي، ولكن قلنا ايه، من الرايت للليفت قلنا احط بس علامة السالب. يعني عندي هنا كانت في الرايت 2.33، يبقى في الليفت عندي سالب 2.33. في الرايت عندي كان 1.645 في 5%، في ناحية 5% هيبقى عندي سالب 1.645. في 10% كان عندي في الرايت تيست 1.28، يبقى في الليفت تيست هيكون سالب 1.28. جميل كده، تمام. طيب في التي تيست بقى، اللي هو في او في التي تيبل بمعنى اصح، في التي تيبل عندي بحسبها عن طريق اللي هو انا بحدد. طبعا عندي الدي اف دي اللي هي ديجري اوف فريدوم، بتكون بان ناقص واحد. يعني انا عندي، نفترض ان انا عندي مثلا سيمبل او عينه مقدارها 20، فهقول ان ناقص واحد يعني 20 ناقص واحد اللي هي 19، وهبدا اشوف عندي الليفل اوف سيجنيفيكانس عندي، او معدل التايب ايرور ده هو مديهولي بكام. نفترض لو مديهولي مثلا ب 5%، فانا هشوف مثلا ايه، قلنا عندي النمبر اوف، يعني انا هنا في التي بتعامل بالنمبر اوف سيمبل. لو تلاحظوا انا في التي بتعامل بايه، بالنمبر اوف سيمبل، لكن انا في الزد بتعامل بالقيمه الجدول، بالقيمه الجدول. يعني برسم على الكيرف واشوف القيمه دي هي تعادل كام. يعني مثلا هو كان مديه مثلا هنا 2.5، فانا عايز اعرف القيمه دي بتساوي كام. فانا عارف ان الاتجاه عندي بيمشي من الليفت للرايت، فدي كده عندي كلها القيمه دي بتساوي 97. فهشوف ايه في الجدول عندي اللي قدامه 97، يعني ايه الرقم اللي قدامه 97، فبالتالي يطلع عندي 1.96%، تمام. لكن في التي عندي الامر بيختلف شويه، اللي انا بتعامل على النمبر اوف سيمبل اللي هو عدد العينه. نفترض هنا مثلا في قيم كده بس للمعرفه، يعني لو نفترض ان انا عندي مثلا ان كانت ب2، فهقول اللي هو نمبر اوف سيمبل، فهقول 2 ناقص 1 هيتبقى هيكون هيساوي 1. طيب وانا عندي عايز ان هي 5%، او هو مديني ان الليفل اوف سيجنيفيكانس 5%، فانا عندي 5% اروح نازل كده، وعندي الواحد اروح ماشي لحد بروح لخانه 5%، اشوف ايه الرقم. طلع عندي الرقم كام؟ 6.314 من 1000. ده الطريقة اللي أنا بستخدم بيها جدول التي بمعنى أصح. طبعا في حاجة عندي مهمة جدا لازم أعرفها أو ملحوظة، برضو نفس الكلام، لو أنا عندي في التي تيبل تو تيل تيست، هقول برضو سيجما على 2. يعني أنا هقول سيجما على 2 تقاطع، يعني تقاطع، يعني قيمة التي عندي هتساوي تقاطع سيجما على 2 مع ال n ناقص 1. يعني نفترض مثلا كان مديني ان ان الليفل اوف سيجنفكنس مثلا ب 5%، وهي توتال تيست عندي بنفس الخطوات اللي احنا لسه واخدينها من شويه بتاعت النال هايبوثيسس. لو هي مثلا ان ال اتش او الى ال m لا تساوي اكس، يبقى النال هايبوثيسس عندي ال m نود تساوي اكس، فبالتالي عرفت اللي هو عندي توتال تيست، تمام. في الحالة طبعا دي ده ثابت، يعني دي كده قلنا كانت ستيبس بشكل عام. فبالتالي سيجما على 2 هشوف اللي هي اقول 5 على 2 اللي هي ب 2.5%، تقاطع عندي نمبر اوف سيمبل ناقص 1. يعني انا قلنا برضو النمبر اوف سيمبل مثلا ب 20 ناقص 1 قلنا ب 19، يبقى شوف ال 19 مثلا تقاطع 2.5 هتساوي عندي كام، القيمة اللي هتساويها. يعني مثلا لو افترضنا في 2.5 هنا مثلا، ولو افترضنا ان ال n ب 3، فاقول 3 ناقص 1 اللي هي ب 2، هفضل ماشي كده بالاتنين لحد ما اوصل لخانه ال 2.5% اللي هي 2.5% اهي، وانزل لحد ما اوصل لخانه الاتنين، فهشوف ايه القيمه اللي عندي تقاطعت معاها. تقاطعت في 4.303 من 1000. ده كده طريقه استخدام جدول التي. نكمل بعد كده الخطوه رقم 5 عندي، اللي هي كانت compare between calculated z or t value and tabulated z or t value. يعني انا بقارن ما بين قيمه z الجدولية وقيمة زد او تي طبعا، وما بين قيمة زد او تي الحسابية اللي انا بحسبها عن طريق التست ستاتستيك. طبعا في التست ستاتستيك فوق كان في عندي طبعا قوانين بتختلف طبعا من كل حاجة لحاجة، يعني على حسب انا هحسب فين بالظبط، فكل واحدة ليها قوانين مختلفة.
فانا عشان اقول كومبير ما بين قيمه زد كالكوليتد وقيمه زد كالكوليتد، فلازم اعرف القانون كالكوليتد ده احسبه ازاي. قلنا طبعا بتختلف على حسب التقسيمه اللي احنا لسه قايلينها. كان عندنا تيستنج اون بوبوليشن، وكان مقسوم عندنا لو تفتكروا للمين والبروبورشن اللي هو المتوسط والنسبه. فاحنا هنا بقى بنتكلم طبعا عن المين اللي هو المتوسطات. فهشوف قيمه زد الكالكوليتد احسبها ازاي وقيمه تي كالكوليتد احسبها ازاي. بما اني بتكلم عن المين، فبالتالي انا هشتغل مع حاجتين، اللي هو الاكس بار اللي هو متوسط بتاع العينه، والميو اللي هو متوسط المجتمع. وبالتالي برضو هشتغل على ستاندرد ديفيجن بتاع البوبوليشن والستاندرد ديفيجن بتاع السيمبل اللي هو العينه. تمام، يبقى انا كده اقدر اعرف بقى لو انا في الزد كالكوليتد، يبقى انا هقول اكس بار اللي هي متوسط العينه المين اوف سيمبل ناقص الميو نود اللي هي المين اوف بيبيوليشن قسمه سيجما على جذر ان. طبعا في حاجه عندي مهمه جدا، حاجه رياضيه بحته جدا، يعني ان اما يكون عندي مقام المقاوم بيطلع في البسط، يعني انا عندي هنا سيجما على جذر 2، فممكن اقول جذر 2 دي كده تكون فوق ضرب قوس في الاكس بار ناقص الميو. ده كده سهل عليا لو حد ما بيعرفش يكتب مثلا على الاله بشكل افضل، او ممكن مثلا يحسب غلط، فده كده هيكون اسهل بالنسبه له، اللي هو يكتب جذر ان فوق ويعمل قوس يكتب فيه الاكس بار ناقص الميو قسمه سيجما على طول. هو نفس القانون ما اختلفش خالص. آه طيب، في التي كالكوليتد بتكون ايه بقى الفرق؟ عندي هنا انا كنت بستخدم السيجما. السيجما دي قلنا ايه هي؟ ستاندرد ديفيجن اوف بيبيوليشن. طبعا الس دي دي اللي هي اختصار للستاندرد ديفيجن، قلنا اوف بيبيوليشن. ولكن عندي الاس هنا، الاس اللي هي ستاندرد ديفيجن ولكن اوف سيمبل. يبقى ده الاختلاف الوحيد عندي ما بين قيمة أو قانون الزد كالكوليتد والتي كالكوليتد. فبرضه هقول برضه اكس بار ناقص ميو نود قسمة هنا اس على ان على جذر ان. قلنا الاس اللي هي قيمة ايه؟ الستاندرد ديفيجن اوف سمبل. بعد كده بعد ما جبت القيمة الكالكوليتد أو الحسابية لزد أو تي، أنا طبعا كنت جايب قبليها القيمة الجدولية لزد أو تي من الجدول، فبت وعرفت الكريتيكال فاليو، وعرفت انا عندي توتال الكريتيكال فاليو، هل هي توتال تيست ولا رايت تيست ولا ليفت تيست، ورسمت الكيرف عندي. هبقى احط بقى قيمه الايه الزد او التي كالكوليتد دي عندي، واشوف هل هي في منطقه الرفض او في منطقه القبول. يعني عندي مثلا الفاليو هنا وعندي مثلا توتال تيست، فبالتالي عندي الناحيتين دول هما منطقه الرفض اللي انا برفض فيها النال هايبوثيسس، والمنطقه اللي في النص دي هي اللي انا بقبل فيها النال هايبوثيسس. على حسب مكان الفاليو عندي اللي طلعت، اللي هي الكالكوليتد اللي انا حسبتها، هقدر اعرف هل انا هكون اكسبت او ريجكت النال هايبوثيسس. طبعا انا عندي هنا اذا كانت عندي التي او الزد كالكوليتد اكبر من التي او الزد تابيوليتد، يبقى انا على طول هقول ايه ريجكت النال هايبوثيسس، يبقى وي ريجكت النال هايبوثيسس. معنى الكلام ده ان القيمه الحسابيه عندي واقعه في منطقه الرفض، وبالتالي انا هرفض ال HO اللي هي الفرض الصفري، وهقبل الفرض البديل، وهقول ان الفرض البديل ده صح، وان الراجل مش كذاب او اي حاجه، او ان انا الفرض اللي انا بفترض عكسه ده لا، هو انا غلطان والفرض ده صحيح ماهوش غلط. طيب إيه لو عندي ال T calculated او Z calculated طلعت عندي اصغر من ال T او Z tabulated، يبقى انا على طول كده هقول ايه accept the null hypothesis و reject الايه و reject الالترنيتيف هايبوثيسز اللي هي الاتش اي الاتش اي. يبقى انا عندي كده عكس الكلام اللي فوق على طول، اللي انا هرفض الفرض البديل اللي هو اتش اي وهقبل النال هايبوثيسز. نكمل بعد كده. اخر حاجه عندي في الخطوات او السيرس بشكل عام كانت الديسيجن او اللي هي الانتربريتيشن، القرار وتفسيره، يعني هفسره ازاي والكلام ده، او اللي هو الكونكلوجن الاستنتاج. طبعا انا عندي الليفل اوف سيجنيفيكانس كان مديني مثلا نسبه خطا اللي هو الايرور، كان مديني مثلا 5%، فبالتالي انا هكون ايه كونفيدنت بالنسبه التكميليه ليها. يعني كان مديني مثلا الليفل اوف سيجنيفيكانس مثلا ب 5%، فبالتالي التكميلي ليها كام؟ 95%. فالاختبار اللي انا عملته ده هكون متاكد من القيم بتاعته او من النتيجه بتاعته بنسبه 95%، لان انا عندي نسبه الايرور عندي بنسبه 5%. فهقول كده we confident 95%، وهكمل بقى بقيت على حسب الجمله او الحاجه اللي هو عايزني اختبرها. يبقى مثلا انا متاكد مثلا بنسبه 95% ان النال هايبوثيسز مثلا خطا، او ان الالترنيتيف هايبوثيسز هي اللي خطا،
بس فبالتالي هكون انا ايه متاكد بالنسبه التكميليه للايه للليفل اوف سيجنيفيكانس. طبعا انا كل ما عندي قلت نسبه الليفل اوف سيجنيفيكانس كل ما انا عندي القرار عندي بقيت متاكد فيه اكبر، أو نسبه التاكد بتاعتي فيه اكبر بكتير. يعني كل ما قلت نسبه الليفل اوف سيجنيفيكانس تكون الثقه عندي زائده، كل ما الثقه عندي تزيد. يعني انا لو كان عندي نسبه الخطا عندي 1% غير لما تكون نسبه الخطا عندي 5%، لان النسبه التكميليه لل 1% 99، فبالتالي انا كنت متاكد بنسبه 99% من القرار اللي يطلع لي. هل انا رافض النال هايبوثيسز وانا متاكد ومرتاح اللي هو يعني بنسبه 99% عكس ما اكون مثلا رافضها مثلا بنسبه مثلا 80%؟ يعني هو لو مديني مثلا معدل الخطا 20% فبالتالي التكميلي بتاعها 80%، فانا هكون يعني الحسبه اللي انا هتبتدي او القرار اللي انا باخده بيكون بنسبه 80% عكس ما يكون معدل الخطا عندي اقل بكتير كان مثلا 1%، فبالتالي هكون متاكد بنسبه 99% من القرار اللي انا باخده. هناخد مثال او مثالين بمعنى اصح على قيمه الزد او على زد تيبل وعلى التي تيبل عشان نعرف ده بتعامل مع ازاي وده بتعامل مع ازاي. هنبدا باول حاجه بالمثال ده ونشوف هل هو زد تيبل او تي تيبل على حسب الخطوات اللي احنا لسه قايلينها. برضو في حاجه عندي هقرا المثال سريعا ومش هطلع منه اي معطيات او اي حاجه، وهقول ازاي الناس تطلع المعطيات حتى لو هي مش فاهمه الكلام الانجليزي ده بيقول ايه، او مش فاهمه نص السؤال بيقول ايه، او مش فاهمه كلام كتير مثلا بيقول ايه مثلا في السؤال ده. وهبدا اتعامل في المحاضرات دي لان هي دي محاضرات لفظيه او الاسئله بتاعتها بتيجي لفظيه بمعنى اصح، هبدا اتعامل ازاي انا اطلع المعطيات عندي عشان واعرف ازاي اطلع اللي هو عايزه عشان اشتغل. يعني انا ممكن مثلا ما اكونش فاهم السؤال الكلام كل الكلام اللي فيه ده عايز ايه، ولكن انا فهمت المعطيات وفهمت السؤال لان هو بيسال مثلا في ستاندرد ديفيجن، بيسال مثلا في مقارنه كومبير مثلا بتوين، فبالتالي هعرف ان انا في النال هايبوثيسز الحاجات دي. فبالتالي طالما انا عارف اللي هي الحاجات الاساسيه هعرف انا السؤال عندي بيقول ايه، وهيفرق عندي بس ان انا ازاي اطلع المعطيات. هقرا السؤال سريعا بعد كده نشوف ازاي اطلع المعطيات. بيقول لي given a symbol of 15 cows with arithmetic mean for lactation milk yield of 4000 kilogram does this herd belong to a population with mean 3000 600 كيلوغرام and standard deviation 1000 كيلوغرام. دلوقتي كده انا قرأت بسرعه، نفترض انا ما فهمتش حاجه من الكلام ده كله وعايز اطلع المعطيات عندي. هبدأ اشوف واحده واحده الارقام عندي، اروح معلم عليها كده. عندي هنا 50 4000 في عندي 3600 وفي عندي 1000. حلو، الارقام دي بقى بتاعت ايه او كل ده بيرمز لايه؟ هبدأ اشوف الكلام اللي قبليها على طول. هنا هلاقي عندي 50 كاو، طبعا طالما كاو انا عارف كاو اللي هي البقر، فدي كده بيتكلم في حاجه في عينه. هلاقي قبليها على طول كلمه سيمبل، فاقول كده سيمبل اوف 15 كاو، يعني انا كده عندي العينه او عدد العينه عندي 50، فانا كده عرفت عندي عدد العينه على طول. طبعا دي حاجه سهله اي حد يعرف طبعا يطلعها. تاني حاجه عندي كانت 4000، لو جيت كده شفت مشيت قبليها هلاقي يلد ميلك لاكتيشن، مش فاهم كل الكلام ده افتراضا مثلا، هلاقي كلمه مين، يبقى انا عندي كده المين، لقيت بعديها على طول جايب لي 4000 كيلو جرام، او لقيت جايب لي بعديها على طول رقم، فبالتالي انا عرفت ان المين عندي اللي هو المتوسط الاكس بار بيساوي عندي 4000. عرفت ان اللي هي اكس بار او اللي هي مش ميو هو مش قايل لي ببيوليشن، فبالتالي انا لو جيت ركزت او لو صبرت شويه كده هلاقي 3600 قبليها في مين وقبليها في ببيوليشن، فببيوليشن وذ مين، فانا كده عرفت ان دي قيمه الميو، فبالتالي ال 4000 دي قيمه الاكس بار وال 3600 هي قيمة الميو مود. طيب آخر حاجة عندي اللي هي ال 1000، هلاقي قبليها كاتب لي ستاندرد ديفيجن اللي هي قيمة السيجما، طبعا ستاندرد ديفيجن اوف بيبيوليشن، فعشان كده عرفت اللي هي سيجما. طبعا هنا هبدأ أمشي بقى الخطوات بتاعتي واحدة واحدة. كانت أول خطوة عندي إيه هي؟ كانت عندي النال أند ألترنيتيف هايبوثيسيس اللي هو الفرض الصفري والفرض البديل. طيب هبدأ أشوف عندي كده، بما ان عندي ان الميو لا تساوي اكس بار، يعني انا عندي ال 4000 لا تساوي 3600، او هو طبعا مش زي ما انا بتكلم كده، هو بيقول لي اتاكد او اختبر لي اللي انا عندي الاوزان مش متساويه. تمام، يعني هو بيقول عندي انا الاوزان
مش متساويه، فبالتالي عندي الفرض الايه، الفرض البديل عندي اللي هو الاتش اي الارثمولوجي هايبوثيسس ان الميو لا تساوي الاكس بار، فبالتالي عندي الفرض الصفري ان الاتش نود تساوي الايه الاكس بار. بمعنى اصح اللي انا كده قلنا هترجم الكلام ده، هو طبعا طبعا دي كانت تكمله للسؤال ولكن مش مكتوبه، او الدكتور كان قالها كده شفهيا بمعنى اصح. فعندي هنا الاتش اي الى الام نود لا تساوي 3600 على حسب ما هو كان عايزني في السؤال، اقارن ما بين قيمه الميو وقيمه الاكس بار، يعني هل هي القيم عندي المتوسط عندي متساويه او ولا مش متساويه. تمام، فهو قال لي ان هي مش متساويه، فبالتالي عندي ده الالترناتيف هايبوثيسس اللي هو الفرض البديل الام الاتش اي الى الام نود لا تساوي 3600. يبقى الفرض الصفري عندي الاتش نود الى الام نود يساوي 3600، لان انا عكست الايه، عكست اللا يساوي خليتها يساوي. طيب طبعا من طالما لقيت يساوي لا يساوي اعرف على طول في الخطوه رقم 3 اللي بتاعت الكريتيكال فاليو اللي انا هشتغل في التو تيل تيست، لان انا عندي هنا يساوي ولا يساوي، فانا كده اعرف على طول ان انا بشتغل على ايه، على تو تيل تيست، فالكيرف بتاعي هيكون لي رايت وليفت ايه وليفت تيل. طيب اكمل تاني حاجه عندي كانت الليفل اوف سيجنيفيكانس. الليفل اوف سيجنيفيكانس عندي اللي هو ايه، اللي هي كانت الايرور بتاعي، هل هو مديني في السؤال بيقول لي ليفل اوف سيجنيفيكانس كذا. طبعا هو في السؤال مش مديني الليفل اوف سيجنيفيكانس خالص، فبقول كده بما انه غير بما انه مش مديني الليفل اوف سيجنيفيكانس هفترض على طول زي ما قلت كده في الملحوظ اللي كنت قلتها وانا بعرف الليفل اوف سيجنيفيكانس اللي هي بكام، ب 5 من 100. تمام، يبقى دي كده الليفل اوف سيجنيفيكانس عندي عرفت اللي هي بكام، ب 5 من 100. حلو. طيب تالت حاجة عندي اللي هي الكريتيكال ريجون. الكريتيكال ريجون عندي طبعا احنا هنا لسه قلنا طالما انا عرفت ان في عندي هنا علامة لا تساوي وبعد كده علامة يساوي، يبقى انا كده عرفت ان انا في التو تيل تيست. انا كده حددت اول حاجة ان انا هستخدم تو تيل تيست. بقول كده بما ان عندي الاتش اي الى الام نود لا تساوي 3600 وعندي الاتش نود الى الام نود تساوي 3600، اذا انا هستخدم على طول الايه التو تيل تيست. طيب بما اني هستخدم تو تيل تيست كنت قايل ملحوظه ثانيه، قلنا على طول ليفل اوف سيجنفكنس عندي طالما هم ما ادهانيش، طبعا احنا كنا عدناها خلاص، قلنا افترضنا ان هي 5%، وقلنا طالما انا تو تيل تيست يبقى بقول ايه، بقول سيجما على 2، فهقول بالتالي هقول 5% قسمه 2 هتطلع كام، هتطلع 25 من 1000 او اللي هي بتساوي 2.5%. وبالتالي هبدا ارسم الكيرف بتاعي. رحت رسم الكيرف عندي تمام، وكتبت الميو عندي اللي هي ب 3600 قيمه الميو، وبالتالي عملت ده كده ب 2.5 زي ما انتم شايفين، او 2.5% و2.5%، دي كده منطقه الربط. طبعا القيمه اللي انا حاسبها تحت دي بحسبها بعد ما بحدد هل انا هشتغل على قيمه، هل انا هشتغل على جدول الزد ولا هشتغل على جدول التي. هعرف دلوقتي انا هشتغل على انهي جدول. طبعا بالتالي بما ان عندي قيمه السيجما هو مديهاني، او بلاش قيمه السيجما خالص، بما ان عندي الان 50 وقلنا كان في عندي الشرط ايه، هو كان عندي شرطين، يا اما عندي السيجما تكون عندي نون او اللي هو الليفل اوف سيجنفكنس. طبعا الليفل اوف سيجنفكنس دي كان ان نون، ملهاش علاقه بالسيجما اللي هي الستاندرد ديفيجن، انا بعتذر، يعني هي ليها علاقه بالليفل اوف سيجنفكنس عموما. فبالتالي انا عندي الليفل اوف سيجنفكنس كان عندي ان نون، فبالتالي انا افترضت له 5%. حلو، اشوف تاني شرط، هل الان عندي اصغر من 30 ولا اكبر من 30؟ هنا الاقي عندي الان بتساوي 50، يبقى كده 50 اكبر من 30. طالما ال 50 عندي اكبر من 30 يبقى انا كده عرفت اللي انا عرفته في جدول ايه؟ في جدول الزد. حلو، طيب انا هنا طالما انا في جدول الزد يبقى انا كده محتاج اجيب ايه؟ محتاج اجيب القيم بتاعت زد تابيوليتد. حلو، بما اني جبت في الاول هنا قلنا قسمنا السيجما على 2 وقسمنا ال 5% على 2 طلعت ب 2.5، يبقى انا هشوف عندي قيمه ايه؟ قيمه زد تابيوليتد. هشوف واحدة بس والتانية هحط عكس الإشارة على طول، لأن طبعا احنا عارفين إن الجدول اللي هي الجدول عموما بيمشي من إيه؟ بيمشي من الليفت للرايت، فبالتالي أنا هشتغل على اللي هي الاتنين ونص اللي ناحية الرايت. بمعنى اللي أنا هقول كده، طبعا أنا عارف إن المساحة بتاعت الكيرف كلها بتساوي 100%، فأقول مثلا كده 100% عندي ناقص 2.5، تمام، اللي هي القيمة اللي هي 5% على 2 عندي، مش احنا قسمنا على 2، طلعت عندي ب 2.5، فبالتالي عندي اتجاه الرايت كان ب 2.5، هيتبقى عندي كام؟ هيتبقى عندي طبعا 97%. طيب انا هروح في الجدول كده ادور اشوف ايه القيمه عندي اللي قصاد ال 97% دي. هبدا اشوف الكلام ده كده بنفذه ازاي او بتعامل ازاي مع جدول الزد عموما يعني. طبعا احنا قلنا ايه؟ قلنا انا عايز اجيب القيمه اللي هنا، نفترض طبعا انا كاتب هنا طبعا ب 96%، نفترض ان انا ما اعرفهاش خالص وعايز اجيبها، طبعا انا عارف ان ده كده ب 2.5،
وعارف ان كده المساحة كلها اللي انا عديت عشان اوصل للاتنين ونص او يتبقى لي اتنين ونص، دي كانت 97% او 97.5%. هدور في الجدول على قيمة 97.5% واشوف ايه الارقام اللي ايه المتقاطعة معاها. ابدأ اشوف كده واحدة واحدة، انزل اشوف الجدول واشوف انا هحسب الكلام ده هحسبه ازاي. طبعا ده كده عندي جدول زد، هبدأ ادور على القيمة بتاعت 97 واشوف هي متقاطعة مع ايه بالظبط. هبدأ اشوف عندي كده هنا في الجدول، طبعا هي الارقام عندي مكتوبة من 100 او من 1000، يعني انا هضرب في 100 عشان اعرف عندي القيمة في كام، فدي كده 5 من 10 اللي هي تعتبر 50% وهكذا. فهبدأ انزل كده لحد ما اوصل لل90 او 97. طبعا عايز كام؟ بدور على 97.5، ركزوا جدا انا بدور على 97.5 لان انا كانت عندي في اتجاهة الرايت كام، كانت 2.5، فانا هدور على 97.5. هبدأ انزل كده، اول ما اشوف 97 لقيت عندي هنا 97 اهي، تمام، ولكن دي 97 و72 من 100، انا مش عايز، انا عايز 97.5 اللي هي 97 و5 من 10. ابدا ارجع كده اشوف هلاقي 97 و76، 97 و61، 97 و56، وفي 97.5 بالظبط اهي، ادي كده 97.5 بالظبط. حلو، يبقى انا كده هختار ايه؟ هختار ال 97.5، اشوف ايه القيمه اللي قصادها على طول. ابدا ماشي كده مع الجدول، هلاقي القيمه عندي 1.9. حلو، دي كده 1.9. طيب متقاطعة مع ايه بقى من فوق؟ لو جيت طلعت كده مرة واحدة هلاقيها متقاطعة عندي مع 6.10، فبالتالي القيمة عندي كانت كام؟ القيمة عندي واحد، طبعا دي كانت 1.9 ودي كده 6 من 100، بعتذر 6 من 100، فهتبقى عندي 1.96. يبقى القيمة عندي كام؟ طلعت 1.96. اطلع تاني كده اكتب الكلام ده، يبقى انا عندي كده هكتب هنا كام؟ 1.96 اللي هي ايه؟ عندي 2.5%. يبقى الناحية التانية في ناحية الليفت كام؟ تبقى برضو بالعكس بالظبط، اللي هي سالب 1.96. طيب اقدر اتأكد برضو، طبعا احنا عارفين ان عندي الجدول بيمشي كده من جهة من الليفت للرايت، يعني انا عندي هنا كده فات 2.5%، بس هروح شايف في جدول الزد برضو على 2.5. لو انا وانا كده كده انا بمشي في توتيل، بمشي على حاجة واحدة بس، انا كده بعرف بس ازاي نتعامل مع جدول، عشان لو في الامتحان الناس تعرف تتعامل مع جدول بشكل اسهل من كده بكتير. طيب هبدا برضو نفترض ان انا بدل ما انا جبتها بالطريقه دي جايبها بالطريقه العكسيه اللي هو الاسهل، بدل ما اروح جايب 2.5 واطرحها 100% يطلع عن 97، واروح على 97 دي بتتقاطع مع ايه؟ ده 97.5 عشان بتتقاطع مع ايه؟ لا انا هجيب ال 2.5% على طول. يبقى هنزل كده في الجدول لجهه الليفت، طبعا في الجدول تحت اما كنا بنحسب كانت جهة الرايت لان هو كان كل القيم فيه بالموجب، تمام. هنا هننزل بقى للجدول جهة الليفت ونشوف اجيبها ازاي برضه، تمام. ننزل تاني، طبعا قلنا ده كده كان الجدول لجهة الرايت لان كله بيتعامل بالارقام كلها بالموجب، قيم زد كلها بالموجب هي من صفر، بعد كده كله بيتعامل بالموجب، تمام. انزل بقى للسالب، انا هدور على ايه؟ هدور على قيمة الزيادة عندي اما تكون ب 2.5%. 2.5% دي اللي هي كام من 10؟ هقسمها على 100 على طول، اللي هي هتساوي عندي 25 من 1000. ادور عندي على 25 من 1000 واشوفها بتقاطع مع ايه. ابدا اشوف كده ده، طبعا ده كده عندي 3 من 100% باين. ابدا اشوف كده انزل انا عايز كام؟ عايز 25 من 1000. لو جيت شفت هنا هلاقي دي عندي كده 28 من 1000.7، دي 22 من 1000، طبعا انا عايز 25 من 1000. هبدأ كده ماشي ماشي ماشي، طبعا انا كده بقل، لا يبقى انا كده همشي العكس، ادي كده 23 من 1، 23، 24، 25، ادي 25 من 1 اهي، دي كده 25 من 1، تمام. هضرب في 100 اللي هي هتساوي 2.5 على طول، زي ما انتم شايفين كده 0.0250 اللي هو 25 من 1%. هلاقيه بيتقاطع عندي مع كام؟ مع سالب 1.9، تمام، سالب 1.9. إيه لو تلاحظوا التانية كانت 1.9، هنا سالب 1.9 وبيتقاطع فوق مع كام؟ مع برضو نفس الكلام 6%، يبقى عندي القيمة في الآخر كام؟ 1.96%. فبالتالي أنا أشوف الأسهل بالنسبة لي، هل لو أنا بالأسهل اللي أنا أقول 2.5 وأطرح من 100 تبقى 97 وأدور على 97، أو الأسهل اللي أنا طبعا أشوف 2.5% على طول اللي هي 25 من 1000 على طول، هجيبها بالقيمة بالسالب، بعد كده اروح انا ايه
محول من سالب لموجب على طول، ودي بالنسبه لي اسهل بكتير جدا من الاولانيه. كده انا عرفت ازاي اتعامل مع جدول الزد. اكمل بعد كده بقى الخطوات بتاعتي. احنا كنا جبنا الكريتيكال فاليو، نكمل بقى نجيب الايه الخطوه الرابعه اللي هي كومبير بتوين، او اللي هي التست ستاتستيك. الخطوه الرابعه اللي هي الايه التست ستاتستيك. طبعا في التست ستاتستيك لازم احسب قيمه الزد كالكوليتد. طبعا انا عندي بس المعطيات كانت عندي ايه، كانت عندي الان، قلنا الان عندي بما انها كانت اكبر من 30، فبالتالي القانون عندي عشان استخدم جدول الزد، والان عندي كانت 50، فبالتالي انا استخدمت جدول الزد. طبعا ده انا بس عدينا طبعا الكلام ده وحسبنا الزد بيوريت، طلعت عندي موجب وسالب 1.96 اللي هي موجب من ناحية الرايت وسالب من ناحية الليفت. ده كده statistic. طبعا انا عايز احسب او اقول compare between الزد تابيوليتد والزد كالكوليتد، يبقى انا لازم اعرف الزد كالكوليتد بكام، يبقى انا هطبق في القانون. طبعا في قانون الزد قلنا ايه الفرق بين قانون الزد وقانون التي، الفرق ما بين جدول الزد وجدول التي بتفرق عندي بس في الايه في السيجما والاس، يعني في الزد بستخدم سيجما وفي التي بستخدم اس، اللي هو ستاندرد ديفيجن للبيبوليشن والتاني ستاندرد ديفيجن للسيمبل. طبعا هبدأ هنا اطبق في القانون اللي هو كان اكس بار ناقص ميو على سيجما قسمة جذر ان. طيب وابدأ اشوف الكلام ده. طبعا انا عندي ايه، عندي الاكس بار عندي كان مدياني ب 4000 لو تفتكروا، ناقص الميو كان ب 3600، قسمة السيجما عندي كان مدهني ب1000، والان عندي كانت ب50 زي ما انتم شايفين كده، ان ب50 اهي، يبقى جذر 50. وادخل الكلام ده كله على الآلة. قلنا طبعا مقام المقام بيطلع في البسط، ده لو الناس مش هتعرف تدخلها كده على الآلة، طبعا دي سهلة جدا اي حد يقدر يدخلها يعني. هيطلع عندي القيمة النهائية بكام؟ هتطلع عندي القيمة النهائية ب2.83%. بعد كده ابدأ ارسم كيرف واشوف عندي القيمة الكالكوليتد دي هل هي في منطقة الرفض ولا في منطقة القبول. ابدأ كده اشوف عندي، اديني كده رسمت كيرف وحطيت عليه البيانات بتاعتي اللي هي توتيل وسالب 1.96، وهنا موجب 1.96، وكاونت الميو عندي كانت 3500، وقلنا الزد كالكوليتد عندي كانت ب2.83. 2.83 دي اللي هي مكانها فين؟ مكانها في الموجب اهو. يبقى دي كده وقعت في المنطقة المظللة اللي هي ايه، اللي هي منطقة الرفض اللي انا اقول كده ريجكت النال هايبوثيسيس. طبعا هبدأ كده اقول كده الزد تي بتساوي 1.96 والزد كالكوليتد اللي هي سي بتساوي 2.83، اذا عندي الايه الزد تي اقل من الزد سي اللي هي زد كالكوليتد، فاقول على طول كده ويرجكت النال هايبوثيسيس، يعني هرفض النال هايبوثيسيس اللي هو الفرض الايه الفرض الصفري، وهقبل الفرض البديل عندي اللي هو الصحيح. طيب الديسيجن او الانتربريتيشن هقول ايه هو بقى، هقول we are confident 95% that null hypothesis doesn't belong to this population. طبعا احنا قلنا ايه، قلنا عندي كانت نسبة الخطأ كانت ب5%، يبقى اقول ايه انا بكون confident بقد ايه، بكون متأكد بنسبة 95%. يبقى انا كده بقيت متأكد بنسبة 95% من ايه، من ان null hypothesis doesn't belong to this population، مش في المجتمع ده، او مش من ضمن المجتمع ده. بس ده كده بالنسبه لي القرار، او بالنسبه لي الحاجه النهائيه بتاعتي او الاستنتاج اللي انا استنتجته من العمليه دي كلها. اخش بعد كده على مثال تاني يوضح لي برضو الكلام ده، هشوف برضو هتعامل معاه ازاي، برضو نفس الكلام هقرا برضو المثال بعد كده اشوف انا اطلع منه المعطيات ازاي. طبعا في حاجه عندي طبعا مهمه نسيت اقولها في المثال الاولاني، اللي انا بكتب النو فاليو وبكتب عندي الحاجات اللي انا طلعتها كده على جنب، ده بيبين له ان انا فاهم المساله او فاهم بمشي ازاي، او بيخلي شكل المساله حتى شكلها ظريف كده للي بيصحح. فبالتالي حتى لو انت قعدت وانت بتحسب قعدت عملت اصلا حاجات خطا مثلا في الحسابات، اللي هو خطا في وانت بتدخل ارقام مثلا على الاله، ممكن يديك برضه الدرجه اللي انت هتبين له ان انت فاهم. فدي حاجات مهمه، حاجات بسيطه جدا ولكن مهمه جدا وبتفرق جدا مع الناس اللي بتصحح عموما يعني. نكمل او اشوف المثال. بيقول لي given a sample of 20 lamp x bar بتساوي 599 جرام and the sample standard deviation 18.6 does the population with mean low than 607 جرام.
ابدا اشوف عندي كده المعطيات واترجمها. طبعا انا قلت هنا في عندي سيمبل وفي عندي 20 لام، يبقى انا كده عندي ان ب 20 على طول. طيب هو هنا مديني على طول اكس بار ب 599 جرام، انا كده عرفت اكس بار على طول. بعد كده بيقول لي ايه اند سيمبل ستاندرد ديفيجن. سيمبل ستاندرد ديفيجن اللي هي ستاندرد ديفيجن اوف سيمبل اللي هي اس، تمام. فانا كده بتعامل مع اس، يبقى انا كده عندي 18 6 من 10. بعد كده مين لو ذان 607، يعني عندي المين اقل من 607، اللي انا كده عرفت ان المين عندي عبارة عن 607 في الغالب. ابدا اشوف عندي المثال وابدا اشتغل عليه الهايبوثيسيس تيستينج، برضه نفس الكلام. ناقص هو يقول لي او اللي هو عايزه، ولكن هو قايله لي هنا ان المين عندي اقل من 607. فهبدا اشوف كده النال اند الالترناتيف هايبوثيسيس، فهقول اتش اي الى الام نود اقل من 607 زي ما هو قايله لي في المثال. فبالتالي اما اجي احول الفرض الصفري عندي، دي كانت علامه ايه؟ كانت علامه اصغر من، احولها لاكبر من، فهقول الاتش نود الى الام نود اكبر من او تساوي، وحطيت علامه اليساوي لو تلاحظوا 607. تاني حاجة عندي كان ال level of significance، فهو ما قاليش هنا طبعا level of significance، فبالتالي أنا هفترض على طول اللي هو 5%، نفس الكلام بالظبط، تمام. تالت حاجة عندي critical region. critical region هل هي left tail test ولا right tail test؟ لو تلاحظوا هنا كانت ايه؟ كانت ال m ال HA إلى ال m node أصغر من 607. أول ما ألاقيها أصغر من 607 بالنسبة لل HA أعرف على طول اللي أنا ايه؟ اللي أنا left tail test. او لو انا بعد ما حولتها اتش نود الى الام نود اكبر من او تساوي 607، يعني الام نود اكبر من بالنسبه للاتش نود، فبالتالي هعرف برضو اللي انا ايه اللي انا في الليفت تيل تيست. طيب هيبقى عندي كده حاجه، هل اعرف منين اللي انا في التي تيبل او انا في الزد تيبل؟ طبعا احنا عندنا كان اللي بعرف منين، بعرف يا اما عندي الان تكون اكبر من 30 او عندي السيجما السيجما تكون نون. ده بالنسبه لي لو انا هتعامل مع جدول الزد، او يكون عندي السيجما unknown والان عندي اصغر من 30، ده عشان اتعامل مع جدول التي. الان عندي اللي هو number of symbol عندي هنا كام؟ عندي 20. هل ال 20 دي اكبر من 30؟ طبعا لا، اقل من 30. حلو، هل انا عندي standard division عندي مديهوني في المساله او اللي هو level of significance؟ طبعا برضو مش مديهوني، عشان كده انا افترضت 5%. وبالنسبه للسيجما اللي هي كسيجما عموما اللي هي standard division، هنا ما قاليش سيجما، هو قال لي هنا سيمبل ستاندرد ديفيجن اللي هو الستاندرد ديفيجن اوف سيمبل مش اوف بيبيوليشن. السيجما كانت للبيبيوليشن، ففي كلتا الحالتين سواء سيجما اللي هي ستاندرد ديفيجن او اللي هي ليفل اوف سيجنيفيكانس كده ولا كده، مش مديني دي ولا مديني دي، وفي نفس الوقت عندي الان عندي اصغر من 30، فبالتالي هعرف على طول اللي انا في ايه، اللي انا في جدول التي. حلو، ابدا ارسم بقى طبعا الكيرف عندي هنا. رسمت طبعا دي الليفل اوف سيجنس عندي كان ب 5%، وعرفت ان هو ليفت تيل تيست، فرسمت وظللت المنطقه دي كلها كده، وكتبت عليها اللي هي ب 5% اللي هو نسبه الخطا او التايب 1 ايرور. رابع حاجه عندي اللي هي التست ستاتستيك عندي طبعا، بما ان عندي بعيد تاني نفس الكلام، بما ان عندي الالفا النون اللي هي الليفل اوف سيجنفكنس وعندي الان بتساوي 20، يعني الان عندي اصغر من 30، فبالتالي انا هستخدم جدول التي. طب جدول التي ده بستخدمه ازاي؟ زي ما قلنا كده، بشوف بشوف الان ناقص واحد اللي هو عدد العينه ناقص واحد، تمام. طبعا عدد العينه عندي كان 20 ناقص واحد اللي هو 19، تقاطع الليفل اوف سيجنفكنس عندي اللي هو كان 5% اللي انا افترضته، واشوف عندي هيساوي كام. ده التعامل مع جدول التي، وهتشوف الكلام ده طبعا فعليا مع الجدول بتعامل معاه ازاي. هشوف قيمة التي تابيوليتد. حلو، طب انا عشان اشوف الكلام ده هنزل لجدول تحت ونشوف الكلام ده بتعامل معاه ازاي سريعا كده، ونيجي نكمل الخطوات. ده طبعا جدول التي بالنسبة لي. هبدأ اشوف احنا قلنا ايه. قلنا هنا كده بالنسبة لي ال n ناقص واحد، يعني انا عندي كانت ال number of symbol كان ب 20، ناقص واحد ب 19، فهبدأ انزل هنا ادور على رقم 19. فين هو رقم 19؟ ادي 20 ادي 19 اهو، تمام. ده كده رقم 19. تقاطع انا قلنا ليفل اوف سيجنفكانس عندي انا اخترته 5% اللي هو ما كانش مديهوني في المساله، تمام. ادي كده 5%، وابدا اشوف التقاطع ما بين الاثنين دول. هبدا امشي كده، ادي كده 5% وادي 19، ابدا امشي كده مع 19 لحد ال 5%. طلع عندي بكام؟ طلع عندي بواحد فاصلة 729 من 1000، ادي هو كده 5%، وابدا انزل.
يطلع عندي بكام؟ ب1.729 من 1000، يبقى هي دي قيمة ايه؟ قيمة تي تابيوليتد عندي اللي هي كام؟ 1.729 من 1000. اطلع اكتبها فوق، بعد كده اجيب قيمة تي كالكوليتد واقارن ما بين الاتنين عشان اكمل المسألة. يبقى انا كده اول حاجة اهو جبت التي تابيوليتد، طلعت عندي بكام؟ طلعت عندي ب1.729 من 1000. طبعا بما اني لفت تيل تيست، يبقى القيمه دي بدل ما هي بالموجب هتبقى بالسالب، احطه سالب. طبعا دي حاجات مهمه جدا بسيطه جدا بتفرق كتير، وممكن تخلي واحد ينقص في مساله وهو مش واخد باله. يبقى انا بعرف انا رايت او لفت تيل تيست عشان اعرف انا هتعامل بالموجب ولا هتعامل بالسالب. فجدول التي طبعا مفيش عندي سالب زي جدول الزد، انا عندي كل القيم بالموجب، فبالتالي انا عرفت عندي اللي هي ب1.729 من 1000. ده بالنسبه لو انا رايت. طب انا هنا بتكلم فلفت تيل تيست، يبقى انا هحط السالب بس. كده الامر بسيط ان شاء الله. خامس حاجه عندي اللي هو compare between التي tabulated and التي calculated. طالما انا هقارن بين التي tabulated والتي calculated، يبقى انا لازم اعرف التي calculated احسبها ازاي. التي calculated عندي بتساوي ايه؟ بتساوي نفس الكلام اكس بار ناقص ميو نود قسمه بدل السيجما هتبقى الاس، بدل standard deviation of population هيبقى standard deviation of symbol قسمه الجذر التربيعي لان. نفس الكلام بالظبط. طبعا عندي قلنا الاكس بار عندي بكام؟ ب599، والام نود كانت ب607. طب الاس عندي اللي هي ستاندرد ديفيجن كانت ب18.6، ادي 18.6 كتبتها اهو، قسمه الجذر التربيعي لان. الان عندي كانت ب20، فالجذر التربيعي ل20. تمام، ادخل الكلام ده على الاله هيطلع عندي بكام في الاخر؟ هيطلع عندي بسالب 1.92 من 100. بعد كده اروح راسم برضو الكيرف تاني واحط القيمه دي واشوف هل هي واقعه في منطقه الرفض ولا في منطقه القبول. ابدا ارسم الكيرف واشوف هل هي واقعه في منطقه الرفض او في منطقه القبول. طبعا قبل ما ارسم الكيرف انا هقدر اعرف طبعا بدون حتى ما ارسم حتى الكيرف عموما، يعني عن طريق اما قلنا ايه، اشوف قيمه التي كالكوليتد او التي تابيوليتد عندي. طبعا عندي هنا التي كالكوليتد طلعت بكام؟ طلعت بسالب 1.92، والتي تابيوليتد عندي طلعت بسالب 1.729 من 1000. طيب مين الأكبر عندي؟ طبعا الأكبر عندي بالنسبة طالما في سالب يبقى الرقم الأصغر هو الأكبر. بمعنى إيه؟ بمعنى هنا عندي 1.729 أكبر من 1.92 من 100، لأن عندي في سالب، فالسالب الرقم الأصغر هو بيكون الأكبر. فبالتالي عندي هتكون التي تابيوليتد أكبر من التي كالكوليتد. يبقى أنا كده على طول هقول إيه؟ هقول وي ريجكت النال هايبوثيسيس برضه. تمام، ارسم الكلام ده على الرسمه هتكون اوضح طبعا من الكلام ده. هيكون عندنا هنا كده ادي 1.729 وادي سالب 1.92. طبعا هنا برضو سالب 1.729 ما اختلفناش، يعني زي ما انتم شايفين كده هيوقع في منطقه الرفض اهو. فبالتالي هقول ايه؟ هقول وي ريجكت النال هايبوثيسيس. اخر حاجه عندي اللي هي الديسيشن او الانتربريتيشن، هقول ايه؟ هقول وي كونفيدنت 95 برضو في المية، لان انا عندي كانت الليفل اوف سيجنفكنس 5% اللي هي نسبة الخطأ. that mean is lower than 607، يعني انا كنت اتأكدت بنسبة 95% ان عندي المتوسط اقل من 607. بس وبكده نكون خلصنا المحاضرة رقم 6. انا عارف اللي هي تقيلة شوية، ولكن هتسهل كتير بإذن الله على المحاضرة اللي بعد كده. هنكمل بإذن الله المحاضرة الجاية التقسيمة الباقية اللي هي بتاعت برضو التست 1 بيبوليشن، ولكن هناخد بقى حاجة جديدة بدل احنا كده النهاردة خدنا المين، هناخد حاجة جديدة اللي هي البروبورشن. بعد كده هنبدأ برضو في التست 2 بيبوليشن ونشوف هناخد فيها برضو البروبورشن برضو او المين على حسب، هنشوف الدكتور ادى فيها ايه ونشرحه بإذن الله. وبكده المحاضرة رقم 6 خلصت. اتمنى اكون عرفت اوصل المعلومة وتكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعواتكم ما تنسوش.